السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الفنانة دلال عبد العزيز النهاردة في يوم العيد في تطور جديد ورسالة جديدة لسمير غانم، وكمان زيارة دنيا وإيمي لوالدهم النهاردة. وايه الرسالة اللي طبعا دلال عبد العزيز وجهتها لسمير غانم في يوم العيد؟ وهنعرف طبعا تفاصيل حالتها الصحية وزيارة الفنانة ميرفت أمين ليها النهاردة وقد ايه كانت متأثرة. في البداية نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، وعايز أقول لحضراتكم كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد عليكم بإذن الله. الفنانة دلال عبد العزيز كلنا عارفين إنها بقالها فترة طويلة جدا جدا موجودة في المستشفى، يعني عدت الثلاث شهور متواجدة داخل العناية المركزة، بتعاني طبعا من فشل رئوي وتآكل تام في الرئة، وده بناء على آخر تقرير طبي. الوضع زي ما هو يا جماعة، يعني ولا بتتحسن ولا لا قدر الله الحالة بتزداد سوء. كان من كام يوم الوضع اتحسن جدا، هو حاليا رجع زي ما كان، عندها نقص كبير جدا في الأكسجين وبتحتاج لجرعات كبيرة قوي. متواجدة داخل العناية المركزة لكنها فايقة وواعية ومش فاقدة الوعي ولا في غيبوبة، مفيش كل التفاصيل دي. دنيا وإيمي 24 ساعة كانوا متواجدين معاها. النهاردة في أول عيد يمر على وفاة الفنان الجميل سمير غانم، كل الأسرة راحت النهاردة عشان تزوره. دنيا راحت لوحدها، وبعدها إيمي، وكمان أخوات الفنان سمير غانم كانوا متواجدين النهاردة عند المقابر. يعني أول عيد يمر عليه، فإحنا من عاداتنا أيضا كده برضو إن إحنا بنروح في أول عيد على متوفيين، بنروح المقابر إن شاء الله ربنا يرحمهم جميعا. لكنها لما راحت النهاردة في الوقت اللي كانوا فيه، جت زارتها الفنانة ميرفت أمين صديقتها الصدوقة اللي هما كانوا ثلاثي أضواء المسرح، يعني الفنانة الراحلة طبعا رجاء الجداوي وأيضا دلال عبد العزيز ومعاهم ميرفت أمين. دلوقتي توفت طبعا رجاء الجداوي ودلال موجودة في المستشفى، فاللي حاسة بوحدة وفراغ كبير هو ميرفت أمين. النهاردة راحت زارتها ويقعدوا مع بعض، وكانت حريصة جدا انها ما تجيبش سيرة سمير غانم، ولكن جابت سيرته بناء على انهم كانوا بيزوروه. والفنانة دلال عبد العزيز وجهت رسالة وقالت ان العيد بالنسبة لي هو كانت لمتنا مع سمير في بيتنا، واحنا بنقدم للناس الحاجات اللي بنبقى نعملها، وفضلت كل التفاصيل اللي احنا عارفينها بتحصل في العيد. وقالت كلام مؤثر جدا، وقالت كمان ان العيد بتاعنا هو وجود سمير في وسطينا، وقولوا له انك قريب قوي هترجع وهتكون احسن، وطمنوه عليا وقولوا له ان انا بخير لانه اكيد زعلان عشاني. طبعا دنيا وإيمي النهاردة رجعوا من عند المقابر، كانوا في حالة من الحزن الشديد جدا، ولكنهم قالوا لوالدتهم انهم كانوا بيزوروا والدهم داخل المستشفى. طبعا هي ما تعرفش انه توفى يا جماعة، حتى لما حد بيقول لها بيرجعوا تاني يقولوا ان دي شائعات وعارية تماما من الصحة. دنيا وإيمي قالوا ان هما كانوا بيزوروا والدهم النهاردة العيد، وكانوا بيزوروه في المستشفى وطمنوا والدتهم وقالت ان هو كويس. خصوصا يا جماعة ان الفنانة دلال عبد العزيز من كام يوم قالت انتوا ليه على طول معايا، امال مين مع بابا، وقالت الكلام ده وهم قالوا ان الزيارة ممنوعة عنه. ربنا يصبرهم ويعد عليهم الوقت بخير، وتخرج دلال عبد العزيز في اسرع وقت. ادعوا لها يا جماعة. شكرا جدا لحضراتكم، استنوا منا الجديد. سلام عليكم.